في البدايه نبغي نتقدم بالشكر للاخوان ديالنا، وهذا واجب ديالهم في المجموعه الكونفدراليه اللي استطاعوا يمروا التصويت على تعديل في الفصل 56 القاضي باسقاط الضريبه على دخل على معاشات المتقاعدين، لانهم من جهه تيديروا واجبهم في الدفاع على القضايا ديال الطبقه العامله وديال عموم الشغيله، وفي نفس الوقت مكنونا من او مكنوا من اسقاط القناع على الاداء الحكومي والتحالف الحكومي وعلى التركيبه ديال مجلس النواب كل الفرق النيابيه. فاليوم تلقينا بشكل ما غنقولش صادم، ولكن بشكل يدعو الى الكثير من الاسى والحزن على المآل ديال المؤسسه الدستوريه التشريعيه في بلادنا، وعلى المآل ديال الحكومه بين قوسين. علاش؟ لانه في التقدير ديالنا اللجوء الى الفصل 77 كان مجانبا للصواب، وكان مجانبا ربما كان فيه حتى خرق للدستور، لانه ملي كيتم المصادقه على مشروع قانون في الغرفه الثانيه فكان من المفروض على ان الحكومه تقدم بمقترح ثاني مضاد للمقترح الاول وتمروا دوزوا للتصويت باش كل شيء يبان، ولكن هي رجعات الحل السهل اللي هو ديال الاسقاط، وكان حري بها على انها تدير هذا الاعتراض وتشهر الفصل 77 في مجلس المستشارين ماشي حتى يوصل تعديل المقترح الى وهنا تيبان بانه انا في التقدير ديالي الشخصي ان الاعتراض اللي دارته الحكومه هو اعتراض لا دستوري واعتراض لا اخلاقي. علاش لا اخلاقي؟ لا اخلاقي لانه اعترضات على اسقاط الضريبه على التقاعد ديال المتقاعدين في الوقت التي اجازت فيه لرئيس الحكومه السابق بمعاش استثنائي تكميلي لم يؤد فيه سنتيما واحدا وخارج كل الضوابط، وفي الوقت اللي كان من المفروض على ان المؤسسه الدستوريه التشريعيه لانه صوت على ضد هذا النوع ديال الريع اللي كيهم حتى المعاشات ديال الوزراء وديال البرلمانيين اللي ما كيأديوش عليه الضريبه واللي هو اصلا ريع، فهي كتصوت ضد على كل حال اسقاط الضريبه على دخل المتقاعدين اللي هو الادخار ديالهم من عرق الجبين ديالهم لسنوات على كل حال طويل. وهذا تبين بجلاء على ان لا الحكومه بالتركيبه ديالها ولا البرلمان بالتركيبه ديالو باستثناء الصوتين النشازين للاخوان المكونين الفيدرالية اليسار الديمقراطي على انها حكومه وبرلمان لا يكترث ولا يهتم بل ضد مصالح الطبقه العامله وعموم الشعب المغربي الكادح والاجراء ديالو والمتقاعدين. وانا بهذه المناسبه هذه بغيت نقول بانه كان من المفروض، يعني هذه ماشي حكومه فقط كتفتقد الاراده لانها لا تفهم مفهوم الاراده، لانه تيبان بان تدبير الشان العام اكبر منها بكثير وهي لا تفهم الشان العام. والقرارات اللي خدتها على امتداد الولايه ديالها السابقه والحاليه سوف تؤدي بالمغرب الى الكارثه والى الهاويه لا قدر الله. ولذلك فانا اتساءل مع المتسائلين، الا يوجد في المغرب حكماء من لهم بصيره؟ واكيد هناك حكماء ومن لهم بصيره يدركون التحولات الواقعه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، ويدركون على ان صيانه والجبهه الداخليه وحمايه الجبهه الداخليه يعتبر صمام امان لاستقرار اجتماعي. اما ان هذه الحكومه هذه بالمكونات ديالها فيبدو انها عبء على المغاربه، على الطبقه الوسطى، على الطبقه العامله، على المتقاعدين، على الشعب المغربي المقهور، وتندير بكوارث لابد من الحد من استمراريتها. وشكرا.